السلام عليكم. سعر آيفون 15 ألترا فوق التوقعات ويصدم الجميع. تسريب حول هذا الآيفون 15 ألترا الجديد يكشف عن زيادة مفاجئة في الأسعار، لن تصدق ذلك. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل أن أبدأ أتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة ل 100,000 مشترك. فضلا منكم وليس أمرا بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل وتوت وآر، ولا تنسى دعم القناة ماديا إذا أردت عبر الضغط على زر الشكر كرات ميرسي أو تانكس. تابع الفيديو حتى النهاية. كشفت أحدث التسريبات أن هاتف آيفون 15 ألترا سيصل بسعر يبدأ من 1299 دولار، أي تقريبا 1300 دولار، أي 13000 درهم مغربي. وبطبيعة الحال ففي الدول العربية وفي الدول، يعني بعض الدول الأوروبية مثل تركيا إلى آخره، فيكون الثمن غالي جدا، يصل إلى 20000 درهم مغربي أو أكثر، أو 2000 دولار، وهي زيادة كبيرة عن سعر الآيفون 14 برو ماكس الذي يبدأ من 1099 أو 1100، يعني من 1100 دولار إلى 1300 دولار، يعني زائد 200 دولار. لقد قاموا بإضافة 200 دولار أخرى. يرجع ارتفاع السعر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج كما يقولون هنا، والحاجة إلى الحفاظ على هوامش الربح وإدراج مواد عالية جودة مثل التيتانيوم في الهيكل المعدني، والكل يعرف جشاعة شركة أبل. أسباب زيادة سعر هاتف الآيفون 15 ألترا الجديد. أحدث هاتف آيفون 15 ألترا القادم، وربما سوف يقوم بعمل ضجة كبيرة في عالم التكنولوجيا، حيث تم تداول العديد من التسريبات والشائعات حول ميزات الهاتف الجديد وسعره. وفقا لتسريبات ليكس أبل برو، فإن سعر الآيفون 15 ألترا سيشهد زيادة كبيرة عن سعر الآيفون 14 برو ماكس، مما يمثل أكبر قفزة لجيل واحد في تاريخ الآيفون، ومن المرجح أن تكون بمثابة صدمة للعديد من المشترين في الولايات المتحدة وباقي دول العالم. يوضح التسريب أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتضخم وكذلك الحاجة إلى الحفاظ على هوامش الربح هي الدوافع الرئيسية وراء ارتفاع نقطة السعر. وبحسب مورد، واجهت شركة أبل هوامش ربح منخفضة في السنوات الأخيرة، وتتجه الشركة الآن إلى رفع الأسعار لتعويض هذه الخسائر. كما قلت لكم في بداية الفيديو، شركة أبل فهي شركة جشعة، ودائما تقوم بزيادة الكثير من يعني في الثمن، تقوم بالزيادة في الثمن وفي السعر، ولا يهمها المشتري إلى آخره، ولا يهمها أيضا يعني المعيشة إلى آخره. فهذا الشيء صراحة شيء لا يصدق من شركة أبل. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يأتي الآيفون 15 ألترا بمجموعة من الميزات الجديدة والمحسنة، بما في ذلك المواد عالية الجودة مثل التيتانيوم، وهو أقوى بكثير وأكثر تكلفة من الفولاذ المقاوم للصدى المستخدم في الطرز السابقة. ووفقا لتسريب، سيصل الآيفون 15 ألترا بسعة تخزين لا تقل عن 256 جيجا بايت، أي ضعف السعة الحالية البالغة 128 جيجا بايت. من المحتمل أن تكون هذه إضافة مرحب بها للمستهلكين، حيث إن سعة التخزين الأكبر مطلوبة دائما. يشاع أيضا أن الآيفون 15 ألترا يتميز بكاميرات أمامية مزدوجة ومنفذ USB Type-C بسرعات Thunderbolt 4 ليحل محل منفذ اللايتنين الأبطأ. وأيضا ميزة رئيسية أخرى للآيفون 15 ألترا هي استخدامه للتيتانيوم في الهيكل، حيث يشتهر التيتانيوم بقوته ومتانته، وهو أقوى 3 أو 4 مرات من الفولاذ المقاوم للصدى. ومع ذلك فهو أيضا أغلى بكثير، حيث يبلغ السعر الحالي من 35 إلى 50 دولارا للكيلوغرام، مقارنة بسعر الفولاذ المقاوم للصدى الذي يبلغ 1.50 دولار للكيلوغرام، يعني فهو ثمنه جيد جدا. تجدر الإشارة إلى أن الآيفون 15 ألترا هو مجرد هاتف ضمن سلسلة الآيفون 15 القادمة، ولم يتضح حتى الآن كيف سيتم تسعير الطرز الأخرى في النطاق. لا ترغب الشركة عادة في وجود فجوة كبيرة في الأسعار بين المنتجات في نفس السلسلة، لذلك من الممكن أن تشهد طرز الآيفون 15 الأخرى زيادة ممثلة في الأسعار.
ويبدو أن الآيفون 15 ألترا سيكون خيارا أكثر تكلفة للمشتركين، ولكنه سيأتي أيضا بمجموعة من الميزات الجديدة والمحسنة، بما في ذلك سعة تخزين أعلى ومنفذ أسرع وأكثر تقدما. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الميزات ستبرر التكلفة المتزايدة، ولكن من الواضح أن أبل تهدف إلى جذب المشتركين الراغبين في الدفع مقابل أحدث وأكبر التقنيات الغالية. برأيكم هل تبرر هذه الميزات التكلفة المرتفعة لهاتف آيفون 15 ألترا؟ هل ستشتري آيفون 15 ألترا؟ هل أم سوف تذهب لشراء سيارة أو موتورسيكل أو يعني دراجة كهربائية؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.